أربع توائم رزقنا بهم الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من عند الله نحمده ونشكره. هذا الشيء ما كناش منتظرينه، الحمد لله وراهم بصحة إن شاء الله جيدة، والله يجعل ربي إن شاء الله يحفظهم لنا. هذه البنت تاعي انجبت 4 أتوام من الطفل، من 4 أطفال وطفلة، وعندي هذا البنت فانيك الحمد لله يا ربي يكبر في عزنا، وراني فرحان بزاف. ما صابش بيت تاع بابها وراهي برا وراهي دارها قايتون متردة. نقولوا ان شاء الله ربي يحفظهم ويكبروا في عز والديهم ويحفظ لهم باباهم وامهم، وان شاء الله شو نقولوا، نقولوا ربي يفرج عليهم بسكينة، والناس المحسنين اجرهم عند الله يعاونوهم شوية في سبيل الله. هي لا خدامة تاع ما قبل التشغيل، راك عارفة قبل التشغيل خلصة تقوم 4 أطفال، وهذه أختهم الصغيرة الكبيرة.